عند هذا المسجد، مسجد السقيا، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وصلى هنا بعض الصلوات ودعا للمدينة بالبركة، ودعا لها بضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة بالبركة. ومنها هنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، انتظرونا في بدر، وأحلى التغطيات على سناب معالم المدينة. لقطة لأعضاء فريق مرشدون مرشد المدينة السياحية الذي سوف ينطلق إلى غزوة بدر ويقوم بشرحها من ميدان المعركة. وهذا المرشد الباحث الكبير الأستاذ عبد الرحمن عاشور وفقه الله. هذا بير إيهاب، هنا جبال ذات الجيش وثنية الحفيرة. وصلنا إلى بدر والحمد لله، وهذا مسجد العريش، هنا سناب بدرة، ما شاء الله مهر الصبح، حياك الله والنعم، سبيت منكم اليوم إن شاء الله. الله يشرف مقدارك، الله يحييك، لنا الشرف. مسجد العريش، وهذا الموقع يسمى العطن. الآن معنا المرشد السياحي عتيق السيد من مدينة بدر، حياك الله. لو تبين لنا بالله الكلام اللي دوبي البيوت هذه، واللي هنا قلت في موية كان في عيون، هذه العين شريعة، عين الشريعة هذه شريعة، إيه. يجوا الناس كلهم يشربوا منها ويتروشوا فيها، سبحان الله. إيه. قبل كم سنة كلام هذا؟ هذا قبل يمكن 40 سنة. 40 سنة وقبلها أنا لحيتها، إيه. 40 سنة كنا، إيه. نشرب منها، إيه. نتروش فيها، إيه. هي كانت هي المرجع لنا في كل ما كانت في مياه، ما كانت في ويتات، ما كانت، إيه. نشرب مياه حلوة، حلو، ونشرب ونأكل من الرطب حوالينا النخل هذا، كان في نخل هنا الآن مندثر، إيه. نأكل من النخل هذا ونشرب، كنا مبسوطين بخير ونعم، ما شاء الله. هذا البيوت هذه، البيوت هذه الأثر كانت يسموها مخازن، مخازن يجوا اهل النخل، إيه. يوزعوا زكواتهم، مخازن للتمر، للتمر، أيوة. يوزعوا زكواتهم في موعد معين، أيوة. يجوا كل الناس ما شاء الله يعطوا لهم كميه، أيوة. باليدين كذا، ما شاء كل الله. واحد كل واحد خمسه باليد، خمسه باليد، أيوة. كل الناس شبعانين وفرحانين، ما شاء الله منهم. ما شاء الله تبارك الله، صلى الله عليه، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، شكرا. العياشي ذكر في كتابه، ايوه العياشي ذكر في كتابه انه كفار قريش جو نزلوا عند المفرق حاليا، إيه. المفرق وجو على هنا، يعني خلوا، إيه. جبل، ايوه العقنقل، لانه قال لك جبل العقنقل هذا اللي هنا، مو عقنقل، والكراش الكبير اللي ورا كراشه، الكراش الجبل الكبير اللي ورا هذا العقنقل، كثيب العقنقل اللي، إيه. في النص، تمام. هم دخلوا اللي هو العدوى الوسطى، خلوا كراش على يمينهم، كلهم هذا العقنقل نزلوا من هنا وبين، وهنا تقريبا ساحه معركه، ساحة معركة في المكان هذا، وهذا مسجد العريش، هذا مسجد العريش الذي في موضعه نصب عريش الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشخص الذي دفن، الشخص اسمه شهداء بدر رضي الله عنهم، وهنا شهداء بدر في هذه المقبرة رضي الله عنهم وأرضاهم.
حياكم الله احبتنا متابعي السلام معالم المدينه، ونحن الان في 17 رمضان وهو يوم تاريخ غزوه بدر الكبرى، ونحن الان في موقع مرتفع استراتيجي يشرف على جميع ارض المعركه وعلى جميع معالم غزوه بدر، وان شاء الله سوف اعطيكم شرح مختصر لغزوه بدر. هنا هذاك الكثيب يسمى كثيب الحنان، وهو العدوى الدنيا التي نزل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الجبل يسمى جبل الملائكة أو كثيب الملائكة، ومنه نزلت الملائكة لمساندة المسلمين. وهنا في هذه الجبال موقع يسمى الضريب، ومنه انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من العدوى الدنيا، انتقل هنا وهو المنزل الثاني، وثم مكث فيه قليلا، ثم انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الضريب، انتقل إلى العريش، والعريش ذاك المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس. وهنا موضع النخل، هذا تقريبا هو موضع المعركة، أبو المنائر منائر، وفوقه قبة، هناك مسجد العريش حيث ضربت قبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن مسجد. في الناحية هذه جبل العقنقل والعدوى القصوى التي نزل عندها المشركون، وهذا جبل وادي وشايفين اللمبات هذه اللي تطفي وتولع، هنا مقبرة شهداء بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، وهنا فراء كما هو مشهور عند بدر. حياكم الله احبتنا متابعي سناب معالم المدينة، وقد نقلنا لكم غزوة بدر من أرض الميدان وأرض المعركة، ونحن الآن إن شاء الله على الإفطار في فوق هذا الكثيب، قريب كثيب الحنان، مع مجموعة من الباحثين والمؤرخين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. في حضرة الإفطار.